مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله. نستعرض وإياكم الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام هذا الأسبوع. خلال أيام هذا الأسبوع هناك فرص لأمطار وزخات رعدية من المطر في فترات متقطعة طيلة أيام الأسبوع وفي أماكن مختلفة، نستعرضها خلال النشرة الجوية خلال هذا الأسبوع يوما بعد يوم بإذن الله. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع مشاهدينا، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. نستعرض وإياكم الأحوال الجوية المتوقعة يوم الأحد. يوم الأحد المناطق الشمالية الشرقية أجواء مغبرة لكنها معتدلة نهارا من حيث درجات الحرارة ولطيفة أثناء الليل، والعظمى 26 والصغرى 17، لكن الرؤية الأفقية متدنية بسبب الغبار والأتربة. المنطقة الشمالية الشرقية 25-17 معتدلة نهارا لطيفة ليلا. المنطقة الشرقية معتدلة نهارا لطيفة ليلا 27-23. المنطقة الوسطى ومنطقة الرياض أجواء غائمة جزئيا مع زخات رعدية من المطر، العظمى 22 والصغرى حوالي 16 درجة مئوية. والمنطقة الغربية معتدلة نهارا لطيفة ليلا 30-27. والمنطقة الجنوبية الغربية أجواء غائمة جزئيا وزخات رعدية من المطر، 19 العظمى والصغرى 16 درجة مئوية. يوم الاثنين أجواء معتدلة نهارا لطيفة ليلا في المناطق الشمالية، الشمالية الغربية العظمى 29-20 معتدلة نهارا لطيفة ليلا. المنطقة الشمالية الشرقية معتدلة نهارا لطيفة ليلا 26-19. المنطقة الشرقية غائمة جزئيا وزخات رعدية 27-23. والرياض والمنطقة الوسطى غائمة جزئيا مع زخات رعدية من المطر 26-20. المنطقة الغربية أجواء معتدلة نهارا لطيفة ليلا 32-26. والمنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط زخات رعدية من المطر. يوم الثلاثاء تنتشر الأمطار لتشمل المناطق الغربية والشمالية الغربية وأيضا المنطقة الوسطى. فالشمالية الغربية أجواء غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية من المطر، العظمى 29 والصغرى 20. المنطقة الشمالية الشرقية معتدلة نهارا ولطيفة ليلا وغائمة جزئيا أحيانا 28-20. المنطقة الشرقية غائمة جزئيا إلى غائمة 29-24. لكن المنطقة الوسطى سقوط زخات رعدية من المطر والعظمى 26 والصغرى 18. المنطقة الغربية بما فيها مكة المكرمة والمدينة أجواء غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية من المطر 32-27. وأيضا المنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية من مطر 20-16. وأيضا الأمطار تشمل المنطقة الجنوبية بشكل عام. ويوم الأربعاء أيضا استمرار الأمطار في معظم مناطق المملكة. فالمنطقة الشمالية الشرقية غائمة جزئيا مع زخات رعدية من مطر أحيانا 29-21. والمنطقة الشمالية الشرقية 29-21. أما المنطقة الشرقية غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية من مطر أحيانا 25-19. والمنطقة الوسطى غائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا، سقوط زخات رعدية من مطر 27-19. وأيضا المنطقة الغربية بما فيها مكة المكرمة والمدينة تشملها الأمطار وزخات رعدية من المطر تهطل وتكون العظمى 31 والصغرى 23. والمنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا 21-17 مع سقوط زخات رعدية من المطر. يوم الخميس تضعف فرص الأمطار وتتلاشى في المناطق الشمالية وبعض الغربية وأيضا الشرقية، لكن تبقى فرصة هطول الأمطار في المنطقة الوسطى والجنوبية الغربية. المناطق الشمالية الغربية العظمى المتوقع 31 والصغرى 20 معتدلة نهارا لطيفة ليلا. والمنطقة الشمالية الشرقية
معتدلة نهارا لطيفة ليلا 31-22، وأيضا المنطقة الشرقية 27-24، أما المنطقة الوسطى غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط زخات رعدية من مطر أحيانا 28-21، والمنطقة الغربية معتدلة نهارا لطيفة ليلا 31-23، والمنطقة الجنوبية الغربية 23-17 مع أجواء غائمة جزئيا وسقوط زخات متفرقة من المطر. الجمعة تتلاشى فرص هطول أمطار كليا تقريبا، وتكون الأجواء معتدلة بالنهار ومشمسة وأيضا لطيفة ليلا في معظم مناطق المملكة الشمالية الغربية 31 العظمى والصغرى 20، الشمالية الشرقية 32-21، والمنطقة الشرقية 31-25، والمنطقة الوسطى 29-23. معظم الأجواء معتدلة بالنهار لطيفة بالليل، لكن في المنطقة الغربية معتدلة إلى حارة نسبيا نهارا، معتدلة ليلا 33-23، والمنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا العظمى 23 والصغرى 17 درجة مئوية. مشاهدينا شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.